سأغوص في هذه الحلقة من برنامج ملفات الغذاء في عالم الشوكولا الرائع. سنأكل الشوكولا. ما هو شوكولا تيبينياكي؟ وما الفارق بين الشوكولا التقليدي والشوكولا الأسود والشوكولا الأبيض؟ للشوكولا طعم لذيذ، لكن هل هو مغذى؟ أنا أتحرى اليوم عن الشوكولا. كم هي حلوة ومثيرة تلك القطعة من السماء التي سأكسرها كي أنال قطعة منها. كم هي لذيذة. هل سيحظى الشوكولا مع خياراته المتعددة والرسائل المتناقضة التي يقدمها بمحاكمة عادلة؟ فلنحقق في الأمر. قيل ذات مرة إن الشوكولا طعام الآلهة بسبب مكوناته المحفزة الرائعة. هل كنتم تعلمون أن شائعة كانت تحوم حول الشوكولا في زمن الأزتيك مفادها أنه مادة منشطة؟ فلا عجب إذن أن يغرق الشوكولا المتاجر في كل يوم. لكن هل الشوكولا مفعول في غرفة النوم؟ وإن كان الأمر كذلك، فهل الأسباب طبية أم نفسية؟ فلنخضع الشوكولا للاختبار. يرتفع ضغط الدم عند الشعور بالإثارة. لدينا اليوم امرأتان ورجلان وافقوا على أن يشاركوا في اختبار صغير يهدف إلى إثبات إن كان الشوكولا منشطاً بالفعل أم لا. ها أنا ذا برفقة متطوعين الأربعة العاشقين للشوكولا. سنقيس في البداية ضغط دمهم وهم في وضعية الاسترخاء والراحة. ثم سيلتهم كل منهم 5 مربعات من الشوكولا الأسود، وبعد دقيقة من ذلك سنقيس ضغط دمهم من جديد، وسنكرر هذه الخطوة في الدقيقة الرابعة والدقيقة الخامسة. عندها وعندها فقط سنتأكد إن كان للشوكولا أثر محفز. دكتور، ما رأيك بالنتائج التي حصلنا عليها؟ رأينا في حالة 3 من أصل 4 الذين خضعوا للاختبار ارتفاعاً في ضغط الدم ونبضات القلب في الدقيقة الأولى التي تلت تناولهم للشوكولا. وعندما أخذنا القياسات من جديد في الدقيقة الخامسة كان ضغط الدم ونبضات القلب قد عادا إلى معدلهما الطبيعي. إذن لدينا ذروة صغيرة في تلك الدقيقة الأولى. نعم، وقد دامت أقل من 5 دقائق. ونتيجة لتجربتنا الصغيرة، هل تستطيع أن تقول إن الشوكولا منشط قوي؟ يحتوي الشوكولا على مركبات كيميائية كسيروتونين والفينيليثيلامين والكافيين تشعرنا عند تناولها بحالة طيبة، لأن هذه المواد تحسن المزاج وتزيد التركيز والانتباه. أما كون الشوكولا منشطا فأمر لم نثبته اليوم. هل الشوكولا مفعول منشط قوي؟ لا دليل لدينا، لكن ما نعلمه هو أن ضغط الدم يرتفع خلال دقيقة من تناول الشوكولا. لديك إذن تلك الفرصة الصغيرة كي تقوم بالعمل بشكل فعال، فلننتهز الفرصة. الشوكولا ناعم، إنه رائع، إنه لذيذ، هذا ما يجعل الناس يحبون الشوكولا. ما الذي يجعل الشوكولا مخملياً وناعماً؟ الجواب بسيط، المستحلبات. وفي حالة الشوكولا المستحلب المستخدم هو دهن الصويا، فمعظم أصناف الشوكولا التي تأكلونها تحتوي دهن الصويا، ووظيفته ضمان أن تكون زبدة الكاكاو لطيفة ومستقرة وناعمة. وهنا المشكلة، فمنتجات الصويا كانت على مدى سنوات عرضة للكثير من الهجوم. الأمر ببساطة يعود إلى طبيعة الصويا، فهو محصول معدل وراثيا. فهل يوجد في الشوكولا ودهن الصويا ما يجب أن نقلق بشأنه؟ دهن الصويا مستحلب يستخدم في صناعة منتجات الشوكولا، ولا حاجة بنا إلى القلق بشأنه كثيراً، لأنه يستخدم بكميات صغيرة لتحويل المنتج إلى مستحلب، لكن علينا القلق أكثر من زبدة الكاكاو والسكر. أعلم
أنكم لا تستطيعون شم ما أشمه، لكن المكان الذي أقف فيه عابق بما هو أكثر من مجرد إشارة إلى وجود الشوكولا. ما هي الأسرار الموجودة هنا؟ ها أنا في مصنع ألتس للشوكولا، وهو واحد من أكبر صانعي الشوكولا في سنغافورة. أنا في المكان المناسب لاكتشاف المزيد عن الشوكولا وكي تتحول أحلام طفولتي إلى واقع. سأقابل كوني التي ستريني كيف تصنع هذه الحلوى الشيطانية اللذيذة التي نعرفها جميعاً ونعشقها. يجب أن أسرع إن أردت ألا أتأخر. مرحباً كوني. مرحباً نيكي، سررت بلقائك. شكراً لاستقبالك لي في مصنعك. أي نوع من الشوكولا تصنعين اليوم؟ يبدو لذيذاً. هذه من المناسبات النادرة التي نصنع فيها الشوكولا الأبيض. هناك ثلاثة أنواع من المكونات: زبدة الكاكاو، السكر، ومسحوق الحليب. وطالما أن زبدة الكاكاو حاضرة فنحن نتحدث عن الشوكولا. إنها الخطوة الأولى من خطوات التكرير. وطالما أننا نشاهد اليوم أكثرها بياضاً على الإطلاق، ما الفرق بين الشوكولا الأبيض والشوكولا ذات الطعم المر؟ يحتوي الشوكولا الأسود من الكاكاو على ما يزيد عن 35% من مكوناته الصلبة، في حين يحتوي الشوكولا بالحليب على كمية من السكر والحليب تزيد ب 25%. أما الشوكولا الأبيض لا يحتوي على أي كمية من الكاكاو الصلب، بل على زبدة الكاكاو التي تتضمن الحليب والسكر. فلنكتشف المزيد. يدعى هذا الشيء بالمحارة وندعوه باللغة العامية آلة الطهي. حسناً، انظري إلى المنتج. سنقوم الآن وقد انتهينا من تكريره بعملية المزج، وسيصبح سائلاً بعد 6 ساعات. وكم هي كمية الشوكولا التي نراها؟ 6 أطنان. 6 أطنان من الشوكولا؟ أشعر وكأنني في مصنع ويلي وونكا للشوكولا. لكن ما هو مصنع الشوكولا إذن إن لم يصنعوا فيه الشوكولا الأسود والشوكولا بالحليب؟ لا تقلقوا يا محبي الشوكولا، فلديهم هنا كل المكونات التي نحبها. لكن هل الشوكولا مؤذن لنا بحق؟ الشوكولا مصدر كبير للطاقة، بالإضافة إلى ذلك فهو يحتوي على مجموعة كبيرة من الخصائص الإضافية، بما فيها التريبتوفان وفلافونويدات والبلوفينولات التي تفتح الأوعية الدموية وتحسن شريان الدم، والأهم من ذلك أنها ترفع القدرات الإدراكية. هكذا يصبح الشوكولا مزيجاً مثيراً للاهتمام من العناصر المغذية الدقيقة، كما أنه مادة ذات طعم رائع. هذا هو الناتج النهائي الذي يخرج من خط القولبة إلى الأزرار. فلنجري اختبار تذوق. هذا مختلف. شوكولا أبيض؟ أظن أنه أحلى من الشوكولا الأسود. لا يوجد فيه كميات كبيرة من الكاكاو، هذا ما يجعل النكهة المرة فيه معدومة. عندما نتحدث عن الشوكولا فإن الأمر في الواقع يتناول الجانب المظلم من القوة، إذ نخسر في غياب الكاكاو الصلب في الشوكولا الأبيض الفوائد التي تمنحنا إياها الفلافونويدات بخصائصها المضادة للأكسدة. إن تناولت كسرة واحدة يومية من الشوكولا الأسود على مدى عام فربما لن تكسب مزايا ضغط الدم المنخفض ومعدل الكوليسترول الأخفض والأداء الإدراكي المحسن، إلا إذا أضفت إليها الرياضة، فالأمر برمته يتعلق بتوازن الطاقة. حتى الآن كيف يصنع الشوكولا والفرق بين الشوكولا الأبيض بالحليب والشوكولا الأسود، كما اكتشفنا أن للشوكولا فوائد خفية. فلننظر الآن إلى حيث يبدأ كل شيء، إلى حبة الكاكاو الوضيعة لكن القوية. تتضمن حبة الكاكاو بشكل رئيسي زبدة الكاكاو والكاكاو الصلب، وهذان المكونان مغلفان في حبة، ويجب استخراجهما بالتخمير والتحمير الذي يجب أن يتم في درجة حرارة منخفضة للغاية، والأهم من كل ذلك عملية الطحن البطيئة والمطولة للتقليل إلى الحدود الدنيا من خسارة الخصائص المغذية، لو أن العملية تمت بعدوانية أو بدرجات حرارة مرتفعة. عند شرائنا حبوب الكاكاو فإن حبة الكاكاو تكون في الواقع قد تعرضت للتخمير والتجفيف. تكمن الخطوة الأولى في تحميص الحبة كما في البن،
وعندما تتحمص حبة الكاكاو يجب أن نزيل غلافها، فيكون عليهم تحطيم حبة الكاكاو، ونصل في هذه المرحلة إلى ما ندعوه الكاكاو الصافي. ثم نقوم بمزجه مع المكونات الأخرى كالحليب والسكر فنحصل على الشوكولا. شاهدنا قبل قليل الولادة للشوكولا، أما الآن فأتوق إلى تجربة صنع بعض هذه الأطايب بنفسي. أنا في طريقي إلى أكاديمية الشوكولا حيث سأتعلم كيفية تليينه، لكن ما أهمية الأمر؟ التليين عملية هامة للحصول على البريق والصلابة المناسبين للشوكولا. إذن عند سماعك ذلك الصوت تتأكدين أن الشوكولا، وماذا تفعلين هنا؟ يجب أن نذوب الشوكولا حتى 40 إلى 45 درجة. بالضبط؟ بالضبط. هل لي أن أحاول؟ بالطبع. سنأكل الشوكولا؟ يعجبني هذا الإيقاع وهذا البطء في العمل وذلك البريق. أجل، العملية تقوم إذن على التسخين والتبريد ثم إعادة التسخين. نعم. وهذه الطريقة في تغيير درجة الحرارة هو ما يمنحنا ذلك التبلور. علينا أن نربت عليه لإزالة الفقاعات. وأخيراً ننقل الشوكولا إلى المبرد ونجلس وننتظر. هذه العملية تغريني. حسناً، إلى التذوق الآن، فلنسمع صوت التكسر. هذا ما كنا نسعى إليه. ممتاز، أسود، لذيذ، أحبه. إن سبق لكم وحاولتم صناعة شوكولا مغطاً بالفراولة، فأنتم تعلمون دون شك كم تعبتم في تغطيس الفراولة بالشوكولا ثم تضعون الطبقة في الثلاجة كي تكتشفوا أنه لم يكتسب الصلابة المطلوبة، ولهذا عليكم البقاء مع لورين. شكراً لك. شكراً. أحب الشوكولا بالفعل، لكنه عادة يكون محشواً بالسكر، فيصبح الأمر متعة لحظة وبدنة تدهر. لا أدري إن كان الأمر كذلك بالنسبة إليكم، ولكن إن كنتم ممن يراقبون قياس وسطهم أو إن كنتم تعانون من مرض السكري، فربما تفضلون الشوكولا الخالي من السكر. فهل الأمر كذلك؟ الشوكولا الخالي من السكر يخلو من السكر وهو أمر يبدو حسناً، لكنه بالمقابل يحتوي على كمية كبيرة من الدهون، لأنك إن أردت التخلص من شيء فعليك أن تعوض عنه بشيء آخر. هذا يعني أن الشوكولا الخالي من السكر ليس صحياً، فعلينا الانتباه إلى الكميات التي نتناولها. أعلم أن حاسة التذوق لدي لا تكذب، لكن هل نستطيع حقاً تمييز الفارق بين الشوكولا الفاخر وذلك الموجود في المتاجر؟ نزلنا إلى الشوارع ووجدنا أنفسنا في موقف صعب. أنا الآن في شوارع سنغافورة المشمسة ولدي عروض مغرية للناس. انظروا إلى ما لدي. في القدر الأول شوكولا تجاري عادي يمكن شراؤه من المتجر ومحتواه من الكاكاو 26%. في القدر الثاني شوكولا تبلغ نسبة الكاكاو فيه 31%. أما الجائزة الكبرى ففي القدر الثالث الذي تصل نسبة الكاكاو في الشوكولا إلى 40%. يفترض من الناحية النظرية أن يكون الشوكولا أفضل كلما كان محتواه من الكاكاو أكبر، لكنني أريد أن أعرف أي نوع من أنواع الشوكولا الثلاثة سيعجز الناس عن مقاومته. أيها كانت المفضلة لديك؟ القطع التي في القدر الثاني، أما الموجودة في القدر الأول فحليبية أكثر مما ينبغي، في حين كان الشوكولا في القدر الثالث مراً. لقد أحببت تلك التي في القدر الثاني. القدر الأول. القدر الثاني. بدت لي متماثلة. القدر الثاني. أظهرت النتائج أن 20% من المستطلعين فضلوا محتويات القدر الأول، وفضل 80% منهم محتويات القدر الثاني، في حين لم يختر أحد الشوكولا الموجود في القدر الثالث. وهذا برهان على أن ارتفاع ثمن الشوكولا لا يجعله بالضرورة أكثر رواجاً. تمتلئ المتاجر بأنواع مختلفة من الشوكولا، فكيف أختار ما يناسبني أنا؟
إن أردت معرفة محتواه من السعرات الحرارية فعليك النظر إلى ما هو مكتوب عليه. اقرأ محتواه من البروتين واضربه بأربعة فتحصل على عدد السعرات الآتية من البروتين، ثم اقرأ محتواه من الدهون واضرب العدد بتسعة فتحصل على عدد السعرات الآتية من الدهون، ثم انظر إلى محتوى الشوكولا من الكربوهيدرات واضرب العدد بأربعة فتحصل على عدد السعرات الآتية من الكربوهيدرات، وهي طريقة بسيطة لحساب ما يحتوي من سعرات حرارية. في مكان رائع، إنه محترف الشوكولا الساحر الذي يملكه لوران برنار المعروف بمايسترو عالم الشوكولا. أمضى سنوات في فهم أسرار الشوكولا، وأنا هنا الآن كي ألقي نظرة استثنائية على هذا العالم الساحر. هل كل هذه الوصفات من ابتكارك لوران؟ بالفعل، هذه كلها وصفات أصلية. وما مصدر إلهامك؟ يعني من أين تأتي بهذه الأفكار؟ كل فكرة من هذه الأفكار كانت نتيجة للقاء مع شخص ما. قابلنا في تاهيتي مثلاً شخصاً مولعاً بالفانيلا، وكان لديه منتج استثنائي فألهمنا صناعة الجناش. هنالك ذكريات خلف كل ما صنعته هنا. كلما صنعت وصفة ذكرتني بأحد ما. ولكوني محققة غذاء فضولية فإنني في حاجة إلى معرفة كافة أسرار العملية. يمر الشوكولا عبر ستارة من الشوكولا الملين، ثم نضع بعض الزينة عليه ونبرده فيصبح جاهزاً للأكل. ساعدني لوران على فهم الفارق بين التقنيات التي تستخدمها هنا مقارنة بما تفعله الشركات التجارية الكبيرة. ما الفارق؟ يكمن الفارق في المكونات التي نستخدمها، فمعرفة مصدر الشوكولا الذي أستخدمه أمر هام للغاية، يعني معرفة من أي بلد جاء ومن أي مزرعة بالتحديد، وما هو نوع حبوب الكاكاو الذي صنعت منه. إن التحقق من كون المنتج خضع لعمليات مناسبة يعتبر جزءاً من مسؤولياته. لوران، هل حبوب الكاكاو سواء؟ على الإطلاق، بالنسبة إلي تعتبر حبوب الكاكاو الآتية من فنزويلا الأفضل على الإطلاق، فهي تنمو في مناخ مثالي وتخضع لشروط إنتاج نموذجية من أجل الحصول على أفضل أنواع الشوكولا. يعتبر العثور على حبوب الكاكاو المناسبة تحدياً حقيقياً لنا، لأن كميات الكاكاو المتوفرة تتناقص. نحن بالتأكيد نحب الشوكولا، أما الآن فأرغب في مراقبة المعلم وهو يعمل. سوف نضع الكاكاو الصافي الآن فوق الكريمة، وسوف ننقع المزيج بحيث ينتقل معظم محتوى الكاكاو من الفيتامينات والأملاح المعدنية إلى الكريمة. ندعو هذا المركب كافيار الفانيلا، وسوف ننقعه قليلاً الآن. يمكنك تذوقه. إنه رقيق بعض الشيء، لكننا نستطيع تذوق طعم الفانيلا. رائع. قطعة الشوكولا هذه آتية من جمهورية الدومينيكان، وهي تحتوي على 70% كاكاو و 30% سكر. سوف نجعل حرارة الكريمة تسيل الشوكولا ببطء، لا نريد للعملية أن تتم بأسرع مما ينبغي، فالشوكولا حساس للغاية لتغيرات درجة الحرارة، إذ يمكن لارتفاع الحرارة إلى ما فوق 60 درجة مئوية أن يؤدي إلى تخريبها. ممتاز، إنه سميك وملمسه كالحرير. علينا أن نمنحه اسماً الآن. أظن أنني سأعطيه اسمك، موافقة؟ هل ستطلق عليه اسمي أنا؟ كل شيء يبدأ بلقاء، بقصة. قصة؟ كما قلت لك، إنها قصة تلك السيدة التي لم تكف عن طرح الأسئلة عما تفعله. سمعتم عن ذلك من قبل، الشوكولا يتسبب بالبثور، إنها واحدة من الحكم التي تتناقلها الأجيال، وهذا ما يجعل أصحاب البشرة المعرضة للإصابة بحب الشباب يلغون الشوكولا من حياتهم أحياناً أو يلقون باللوم على هذه الحلوى اللذيذة. فهل هي مجرد ثرثرات أم أنها حقيقة؟
هل يمكن للشوكولا أن يتسبب بحب الشباب؟ الجواب من وجهة نظر طبية هو لا، فحب الشباب ينجم عن انسداد كيسات الشعر بسبب الزيت أو الجلد الميت. ولم تظهر الدراسات الكثيرة أي دليل يربط تناول الشوكولا بظهور حب الشباب. هكذا وصلنا إلى ختام تحقيق مدن، وعلي القول إن ولعي بالشوكولا قد تجدد. ومع كل ما يكتنف الشوكولا من حب واجتهاد، فسأدع نفسي كي أنغمس بفرح في هذا الكوب من الشوكولا الساخن.